соглашение с Уральским федеральным университетом. И мы надеемся на то, что... Муштарак. Тعليم муштарак. قرروا معاه ممكن تخلي الاساتذه عن بعد عندنا، واليوم الاستاذ راه حاضر معنا هنا في الجامعه، درنا محادثه صغيره معاه وطلبنا منه انه نزيد نقوي بشويه العلاقه اللي عندنا مع الجامعه اللي درنا مع اتفاقيه في مجالات اخرى. بدينا في الاقتصاد، طلبنا منه باش نزيدوا اتفاقيه مع كليه العلوم الاجتماعيه والانسانيه وكلية لغات، وطلبنا منهم انهم يرافقونا في تكوين في اللغة الروسية، وراح نقترحوا ان بروغرام اللي هو نحطوه الوزارة تاعنا باش نديروا تعليم اللغة الروسية، خاصة وانه حنا ريكريتينا زوج اساتذة اللغة الروسية محاضرين معنا اليوم وعاونونا في الترجمة، وكانوا في المستوى ماشي طوال شوية الجمل تاعهم ولكن اذا هذو في انشغالاتنا النشر العلمي، خاصه النشر العلمي هما عندهم مجلدات عالميه محكمه، وحنا راح نحاول نبروفيتيو من هذه المجلدات هذو باش الباحثين تاعنا ينشروا فيهم، وبيان سور افيك دي ديريكتيف ينعطونا شو هما النقائص اللي عندنا باش على الاقل الاساتذه تاعنا تعود عندهم سهوله النشر، خاصة في الميادين هذو، حنا الميادين على مستوى الجزائر، ميادين الاقتصاد، الحقوق، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، عندنا نقص كبير على المجلات العالمية. إذا بهذه الشراكة اللي درناها مع الجامعة، إن شاء الله راح نخرجوا من هذه المراتب هذه اللي فيها في هذه الميادين. لاحظوا باللي إحنا عندنا ميادين فيها يعني إكسبرتيز كبيرة في ميادين التكنولوجيا، في الإنفورماتيك، في البيولوجي، العلوم التقنية والعلمية مشينا فيها كثير، ولكن هذه الميادين مازال عندنا نقص. حنا نبغى بروفيتي من الشراكة نتاعنا مع روسيا مع الجامعات الروسية باش على الأقل نزيدو نطلعو الجامعة. إذا معظم الشيء اللي درناه مع الأستاذ اليوم، وراو عندنا درك إن فيزيت بروغرام دو فيزيت، راح نشوف كلية الاقتصاد بما أنه هو من مختص في الاقتصاد. About how it can be organized, about how maybe it should be organized sometimes. And of course, some of these elements can be used by many countries for different purposes. Mm-hmm. So it's not necessary to be connected with sanctions, but anyway, many elements that Russia do now if developing so many spheres in a short time to concentrate all primary production only in one country and maybe some neighboring countries. So of course it can be used. Okay.